تفقد سمو الشيخ صباح الخالد الحامر الصباح رئيس مجلس الوزراء مقر لجنة شؤون الانتخابات صباح اليوم للوقوف على آخر مستجدات واستعدادات اللجنة قبل فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بتشكيل لجنة تتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية. حددت وزارة الداخلية ضوابط وشروط عملية الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة التي سيفتح بابها اعتبارا من صباح يوم غد ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. وحول آخر استعدادات لجنة شؤون الانتخابات ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر اللجنة مراسل تلفزيون دولة الكويت من هناك الزميل نواف الشراكي. أهلا بك نواف، كيف تصف لنا الاستعدادات ليوم غد لا سيما الصحية منها؟ نواف تفضل. تحية لك صالح وتحية لكل من شاهدنا الآن عبر موجز الأخبار. مثل ما تفضلت نحن الآن متواجدون في مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة الشويخ السكنية، وهذا المكان هو مركزا لاستقبال طلبات الترشح لمجلس الأمة 2020، وهذا المكان قد جهز من خلال بناء على توصيات السلطات الصحية في دولة الكويت، وكان كل معتاد في أي وقت تجرى الانتخابات ويتم استقبال طلبات الترشيح يكون المكان هو في إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية في منطقة الشيوخ السكنية، ولكن في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19 وبناء على توصيات السلطات الصحية في دولة الكويت تم اختيار هذا المكان الذي هو يعتبر قريب من إدارة الانتخابات الرئيسية ليكون محلا أو مركزا بديلا لاستقبال طلبات الترشح، خصوصا وحقيقة وبناء أيضا على موافقة مجلس الوزراء على توصية الشؤون القانونية، وأيضا على وبناء عليه تم تشكيل لجنة وزارية تكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء سيد أنس الصالح وبعضوية كل من وزراء العدل وأيضا الصحة والداخلية. تكون هذه اللجنة هي تكون أساسيات عملها ضمان العملية أو الممارسة الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية. صالح، اليوم نحن ننقل لكم صورة حول الاستعدادات بالنسبة لي هذا المركز، وبناء على الجهود التي تبذل من خلال وزارة الداخلية ووزارة الصحة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية في مواجهة تداعيات كوفيد-19 يتم اليوم أيضا يعني وضع آخر الاستعدادات بالنسبة ليوم غد الذي سوف يكون هو بدء استقبال طلبات الترشيح لمجلس الأمة 2020 اعتبارا من الساعة 7:30 صباحا وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل. صالح، بالنسبة لآلية العمل هنا حقيقة تم وضع كل ما هو يتوافق مع توصيات وزارة الصحة في دولة الكويت وأيضا مع توصيات السلطات الصحية من خلال أن يكون هذا المركز يكون هناك مدخل خاص بالنسبة لدخول من يرغب أن يتقدم بطلبات الترشيح، وتكون هناك آلية لحد أن يكون يصل إلى الموظف الذي سوف يكون في استقباله ليتم تقديم طلب الترشيح وأيضا حتى نهاية خروجه من المدرسة. فأول ما تم تطبيقه من الاشتراطات الصحية في هذا المركز حقيقة هو وضع المداخل خاصة ومخارج خاصة بالنسبة لمن يود أن يترشح، بالإضافة أخوي صالح وضعت كل الأمور التي تكون في ضمن توصيات وزارة الصحة، وضع أماكن خاصة للكمامات والمعقمات وأيضا عملية التباعد الاجتماعي، أيضا يكون هناك كل من يعني يقف مقابل الموظف حتى يصل إليه يكون التباعد ما بين المرشح والآخر أكثر من 2 مترين، وهذا يعني حقيقة مطابقة أكثر من هي الاشتراطات الصحية إن صح التعبير. بالنسبة لمن هو يعني مصاب بفيروس كورونا ويود أن يترشح، حقيقة أيضا إدارة الانتخابات في هذه المدرسة جهزت كل التجهيزات بالتنسيق مع وزارة الصحة
بأن يكون هناك مدخل خاص لهذا المواطن الذي يود أن يترشح من خلال مدخل لسيارته، ويكون متواجد في سيارته هناك فريق متخصص من الإدارة القانونية في وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بيكون عملية القيد له في تقديم طلب الترشيح في وجوده في السيارة، ويكون هناك يعني الموظفين مجهزين بكل الاشتراطات الصحية حتى يتم تقديم طلبه. هذا بالنسبة لليوم حول الاستعدادات، وإن شاء الله راح نوافيكم أكثر غدا مع بداية أولى بداية العمل في تقديم طلبات الترشيح. نعم. نعم طيب نواف، يعني أشرت في حديثك الآن بأن هناك يعني اشتراطات صحية قد تم اعتمادها في لجنة شؤون الانتخابات، ترى ما هي الآلية؟ كيف سيتم تطبيقها؟ أخوي صالح، بالنسبة للاشتراطات الصحية من هو يعني نتكلم هو جزئين، هناك يمكن من يود أن يترشح هو مصاب بفيروس كورونا، أما المواطن السليم هو يدخل إلى المدخل المدرسة ويكون هناك في قاعة الانتظار يضع بطاقة المدنية على جهاز إلكتروني، ومن خلال الجهاز الإلكتروني يعطي القراءات في شاشة إلكترونية يقرأها برقم مدني، ثم هناك عملية الضغط لأخذ الرقم الدور، وفي شاشة إلكترونية موجودة في صالة الانتظار للمواطنين الذين يودون أن يقدموا طلبات الترشيح. هذه الشاشة من خلالها يرى أن في وصول رقمه عند أي كاونتر يخرج من قاعة الانتظار يأتي إلى نفس القاعة الكبيرة اللي احنا الحين متواجدين فيها، في هناك ملصقات تبين مدى التباعد الاجتماعي، خلال الأخوة أيضا الملصقين يقف عند الملصق وينتظر دوره على طول عند الكاونتر الذي خرج له من خلال الشاشة الإلكترونية، وبعد ما يتم من الانتهاء من تقديم طلبه هناك يعني مخرج للذهاب خارج المدرسة. أما من هو قلت لك من هو مصاب بفيروس كورونا، هذه له عملية أخرى في نفس المدرسة، مدخل خاص بسيارته يذهب إلى المواقف المخصصة لمن هم يودون أن يترشحوا مصابين في فيروس كورونا، تخرج فرق طبية من العيادة الموجودة في المدرسة يتم التعامل معه وفق التوصيات الصحية، وأيضا يخرج فريق آخر من إدارة الانتخابات فريق قانوني يقيد ترشيحه، ولكن كل هذا هم مجهزين بالملابس الوقائية الصحية. نعم. حتى يعني يكون هناك تطبيق كافي. نعم. للاشتراطات الصحية. شكرا. نعم. كل شكر والتقدير لمراسل تلفزيون دولة الكويت، كان معنا من مقر لجنة شؤون الانتخابات الزميل نواف الشراكي، شكرا لك.